حضورنا اليوم هو أولا دعم لنشاط الجمعية المغربية للتربية الشبابة الذي نعتبرها جمعية رائدة في مجال الطفولة والشباب منذ مطلع الاستقلال إلى يومنا هذا، وهي جمعية أيضا جادة في كل البرامج التي تقوم بها. الوزارة أيضا تنظم كل سنة البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته، وهو برنامج كما تعلمون يحظى باهتمام كبير وينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة كل سنة، وكل مكونات الوزارة هي منخرطة في مسلسل بلورة وتجويد الخدمات المقدمة للطفولة المغربية والشباب من خلال هذا البرنامج. هذه السنة أيضا وكل سنة هناك تزايد، طلب متزايد كثير على هذا البرنامج، وأيضا الذي يشارك فيه الجمعيات الوطنية، جمعيات متعددة الفروع، جمعيات المحلية، مخيمات العمل المباشر، المخيمات الحضارية من مختلف جهات المملكة. وهذه السنة في محاولة استقطاب ما يزيد على 200,000 مستفيد هذه السنة. من طبيعة الحال أن هذا الرقم يبقى رقم ضئيل أمام الطلب المتزايد للجمعيات ولفعاليات المجتمع المدني وللقطاعات المهتمة ولعدد كبير من المتدخلين، ولكن هناك إكراه ديال محدودية الشبكة، محدودية الفضاءات التي لا توازي الطلبات الكبيرة. هناك مجهود كبير، هناك إرادة حقيقية للوزارة هذه السنة والسيد الوزير من أجل الرفع من عدد الفضاءات بتنسيق مع مجموعة من القطاعات المتدخلة على رأسها وزارة التربية الوطنية وقطاعات أخرى من أجل فتح المجال لعدد كبير من الأطفال لاستفادة من هذا البرنامج، على اعتبار أن فضاءات وزارة الشباب والرياضة وحدها لا تكفي ولا يمكن لها تغطية كل هذه الطلبات وهذه الحاجيات الملحة والمتزايدة للطفولة المغربية.